السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أخواتي الكرام من أينما كنتم. في هذا الفيديو إن شاء الله سنوضح هذا البرنامج أو البرنامج لمكافحة الفيروسات. هو برنامج جد صغير لحجم يعني ميجا أو ميجاتان، مع هذا التفعيل الذي سيقوم بتفعيله المجاني. أولا إخوتي الكرام، نقوم بتثبيت، نضغط عليه مرتين، ثم نضع اللغة English، ثم OK، ثم Next، ثم Next، ثم Next أيضا، والآن Install. ننتظر حتى يتم التثبيت وتظهر لنا نافذة يعني لتشغيل البرنامج بعد التثبيت. نضغط على لانش مضاف ثم فينيش، وكما ترون تم التثبيت بنجاح لكنه غير مفعل. والآن إن شاء الله سنوضح طريقة الحصول على المفعل الذي يسمى بتسمية سمادف برو. الآن نقوم بالتفعيل، نذهب إلى سيتينج ثم النيم والكي، نذهب ونقوم بنسخ كل منهما. أولا نقوم بنسخ النيم بعدما نختار تفعيل من هذه التفعيلات، الأول والثاني والثالث. مثلا نختار الأول، نقوم بنسخ الاسم ثم لصق ثم الكي، نسخ لصق ثم ريجستري، وكما ترون لقد تم التفعيل بنجاح. نضغط على أوكي، والآن انظروا لقد حصلنا على كل هذه المزايا وتم التفعيل بنجاح. مثلا إلى تغيير الألوان وغيرها، فهي ميزة من الميزات. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم واستفدتم منه بقدر المستطاع. لا تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم جديدنا، ودمتم في رعاية الله وشكرا.